الغارات العثمانية على جزيرة أيسلندا، هل حقا وصل العثمانيون إلى هناك؟ كانت الإمبراطورية العثمانية واحدا من أقوى الإمبراطوريات في القرون الوسطى وعصر النهضة، وكان آل عثمان أطول سلالة حاكمة في التاريخ. سيطرت هذه الدولة على مناطق شاسعة وواسعة من الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وشمالي أفريقيا لأكثر من 600 عام، وكان للسلطان العثماني سلطة دينية وسياسية مطلقة على شعبه. وكانت الإمبراطورية العثمانية تمثل تهديدا خطيرا للأوروبيين في تلك الفترة، لكن خبراء التاريخ يعتقدون أن للدولة العثمانية دور كبير في جلب الاستقرار والأمن خاصة في القارة الأوروبية، كما كان للعثمانيين إنجازات في مجالات عديدة كالعلوم والفنون والثقافة والدين. حقق العثمانيون انتصارات عسكرية في بلاد الشام والأناضول، واستطاعوا بناء إمبراطوريتهم في تلك المنطقة أولا، ثم حولوا اهتمامهم إلى أراض وبلدان أخرى كشرق أوروبا وشمال أفريقيا. احتل العثمانيون مصر سنة 1517، واستطاعوا فرض سيطرتهم على المغرب العربي بفضل قائدي القوات البحرية الأخوين عروج وخير الدين بربروس، حيث استطاع الإخوان احتلال الجزائر سنة 1516، وجعلا منها قاعدة للعمليات العسكرية في مواجهة المملكة الإسبانية. قتل عروج لاحقا في إحدى المعارك مع الإسبانيين سنة 1518 في مدينة تلمسان الجزائرية، لذا أعلن خير الدين خضوعه وولاءه للسلطان العثماني، واعترف السلطان في المقابل بسلطة خير الدين على المغرب العربي، لذا كانت الجزائر أول دولة من دول المغرب العربي تخضع للسلطة العثمانية. لم تبدأ القرصنة الأمازيغية التي يطلق عليها اسم القرصنة البربرية في عهد الإمبراطورية العثمانية فحسب، لكن خلال تلك الفترة تحديدا ظهر ما يعرف باسم الجهاد البحري الإسلامي أو قرصنة البربر كما يسميه الأوروبيون، وتلك عمليات منظمة قام بها المسلمون تحت رعاية الإمبراطورية العثمانية ضد سواحل أو سفن الدول الأوروبية، وكانت أشبه بحرب مقدسة ضد المسيحية. استمرت هذه الغزوات منذ القرن السادس عشر حتى أوائل القرن التاسع عشر، وكان مقر هذه العمليات في الشمال الإفريقي بشكل خاص، وكان الريس لقبا يطلق على قبطان البحر، وعرفت عدة شخصيات تاريخية بهذا اللقب من ضمنها خير الدين بربروس. كان للرياس الجزائريين فضل كبير في هذه الغارات، وكانوا يعملون تحت إمرة السلطان العثماني، أي أن الجيوش العثمانية لم تزحف أو تعبر البحار والمحيطات للإغارة على السفن أو السواحل الأوروبية، بل أوكلت المهمة إلى هؤلاء القراصنة الذين استطاعوا أسر عدد كبير من المسيحيين وبيعهم لاحقا، مما جلب عائدا ماديا لا بأس به إلى الدولة العثمانية والسلطة ذات الإدارة الذاتية في المغرب العربي. إذا هل استطاع العثمانيون الوصول إلى سواحل أيسلندا تلك الجزيرة النائية والبعيدة جدا؟ إن أردتم الجواب باختصار فهو نعم. لكي نتعرف قليلا على قصة هذه الغارات وكيف بدأت وماذا حصل مع الأسرى، غزا القراصنة العثمانيون أو الأمازيغ إن أردنا الدقة عددا من القرى والبلدات على طول السواحل الأوروبية من البرتغال، فرنسا، إسبانيا، هولندا، وصولا إلى أيسلندا، وكان الهدف من هذه الغارات هو أسر أكبر عدد من المسيحيين لاستعبادهم وبيعهم لاحقا في جميع أنحاء الإمبراطورية العثمانية. بدأ سكان القرى الساحلية في إيطاليا وإسبانيا بهجر منازلهم والانتقال إلى أماكن آمنة لا يصل إليها القراصنة، وبقيت بعض البلدات فارغة تماما حتى القرن التاسع عشر. ويقال أن القراصنة قد أسروا نحو 800,000 إلى 1.5 مليون أوروبي بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر، وكانت ذروة هذه الغزوات خلال القرن السابع عشر. بدأت الغارات البربرية على أيسلندا سنة 1627، وكانت مدينتا الجزائر وسلا نقطتي انطلاق هذه العمليات، حيث وصلت دفعتان من المور سكان شمالي إفريقيا إلى سواحل أيسلندا في تلك السنة، ونزلوا في جزيرة هيماي إحدى جزر الخليل فيستمانايار أو يستمان، وقاموا بسلب ونهب وإحراق الأراضي ودمروا المنازل والكنائس، كما تمكنوا من أسر وقتل نحو 242 شخصا من أصل 500 أيسلندي يقطنوا الجزيرة، وذلك وفقا لما جاء في المصادر الأيسلندية.
اختبأ بعض الأيسلنديين الذين استطاعوا الفرار من الغارة العثمانية البربرية في كهوف ومنحدرات صخرية على طول الساحل. وهناك عدد كبير من الأماكن في الجزيرة تمت تسميتها تخليدا لذكرى هذا الهجوم المروع، كخليج القراصنة وكهف المئة رجل، حيث يعتقد أن 100 شخص قد لجأوا إلى هذا المخبأ. بيع هؤلاء الأسرى في سوق العبيد في الشمال الإفريقي، وبالطبع توفي العديد منهم خلال الرحلة الطويلة والشاقة، وتوفي بعضهم الآخر خلال الأسابيع أو الأشهر الأولى حتى بعد وصولهم. لكن استطاع عدد قليل منهم البقاء على قيد الحياة بالرغم من الصعاب التي واجهوها، وقد اعتنق بعض هؤلاء الأسرى الدين الإسلامي وفقا لرغبة أسيادهم. كان أبرز الأسرى امرأة تدعى جودة التركية، جوديدور سيموناردوتير، ودعيت باسم جودة التركية، حيث كانت جودة واحدة من الأسرى القلائل الذين تم إطلاق سراحهم لاحقا وتمكنوا من العودة إلى أيسلندا. للأسف لم تعد جودة إلى موطنها في أرخبيلي فيستمانايار، لكنها تزوجت من الشاعر والكاتب الأيسلندي هالجيمور بيترسون الذي عمل كاهنا وكان أحد أشهر شعراء أيسلندا. وصف أحد الأسرى أيضا، والذي يدعى جوتر مور هالسون، ظروف الأسر في الجزائر في رسالة كتبها إلى عائلته. وصلت هذه الرسالة سنة 1631، وحاول عدد لا بأس به من الأسرى إرسال رسائل إلى عائلاتهم، آملين أن تصل هذه الرسالة إلى أحبائهم وأن يشتريهم هؤلاء ويتحرروا من الأسر. دفع الملك الدنماركي في نهاية المطاف المال مقابل تحرير الأسرى، وبعث بالهولندي فيلهلم كيفت لتحرير الأسرى المسيحيين أو الذين يرغبون بالعودة إلى أوطانهم، ووضعت قائمة تشتمل على أسماء 70 أيسلنديا كي يتم تحريرهم سنة 1635، وكانت جودا من بين هؤلاء الأسرى المحررين. ارتحلت مجموعة المحررين من الجزائر إلى مايوركا في إسبانيا، ثم أكملوا إلى مارسيليا، ثم نيربونا وهي مدينة في شرق جنوب فرنسا، ووصلوا بعدها إلى بوردو، ثم إلى أمستردام وغلوكشتات في ألمانيا، وأخيرا إلى كوبنهاغن في خريف تلك السنة. ولم يستطيعوا الرحيل من الدنمارك إلى موطنهم حتى انقضاء الشتاء، فلا تبحر السفن إلى أيسلندا حتى حلول الربيع. استطاع القراصنة إجمالا أسر نحو 400 حتى 900 شخص أيسلندي، حيث كان عدد السكان في أيسلندا وقتها نحو 60,000 شخص، أغلبهم من فيستمانايار، وقتلوا نحو 40 شخصا. منذ بداية النصف الثاني من القرن الثامن عشر مالت كفة ميزان القوى لصالح الأوروبيين في البحر المتوسط، ولم يعد بإمكان السلطات في الشمال الإفريقي الاعتماد على أموال القرصنة وبيع العبيد. وتبع ذلك الغزو الفرنسي للجزائر سنة 1830، مما أنهى بشكل قطعي قرونا من القرصنة البربرية المدعومة من الإمبراطورية العثمانية.